اهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم بالفقره الصحيه بنتحدث عن الرعايه التلطيفيه من ناحيه شموليتها لكافه الجوانب النفسيه والروحيه والجسديه. نتحدث اكثر عنها مع الدكتوره وفاء قاسم احمد، استشاريه الامراض الباطنيه والرعايه التلطيفيه والالم. اهلا وسهلا فيك دكتوره، شرفتينا. اهلا وسهلا فيك دكتوره. نحن حابين اليوم نعرف اكثر عن الرعايه التلطيفيه وانها هوليستيك ابروتش، يعني توجه شمولي للعلاج او للتلطيف. اول شيء، امتى بتستخدم العلاج العنايه التلطيفيه؟ هلا الرعايه التلطيفيه هي مقدمه بالاساس للمرضى اللي من بداية تشخيصهم بأمراض مزمنة، يعني ليست مقصورة على مرض معين، جنس أو عمر معين. هلأ في كثير ناس عندهم فكرة خاطئة الرعاية التلطيفية أنه الاعتناء بالمريض في نهاية حياته ومخصصة فقط لمرضى السرطان. طبعا هذا الكونسبت غلط أو خاطئ جدا. هي الرعاية التلطيفية تبدأ من بداية تشخيص أي مرض بمرض مزمن، سواء كان صغير كبير ست رجل، ليست مقصورة على عمر. هلا في كثير اطفال ممكن ينولدوا يكون عندهم سي بي سيربرال بالسي مثلا، او المريض اللي في هالايام بنحكي عن شلل دماغي. هلا كل ما كبر الطفل وزادت اعاقته بتصير المشكله عائليه، المشكله مش بس للطفل، مش اعراضه الجسديه هي اللي تؤثر على العائله كامله، ممكن تاثر جسديا عليه بالدرجه الاولى، محتاج ادويه، محتاج فحوصات، علاج طبيعي، لكن بالدرجه الثانيه بتاثر على الام، على الوالد، على الاخوان. صح، بتأثر على المدخول المادي لأنها مصاريف كثيرة، إذا خاصة ما كان في إنشورنس يعني. نعم. فالأمور المادية لها دور، الجسدية وكمان الروحية. يعني هلأ هاي الأيام في عنا مشكلة التركيز على مرض السكر لأنه مرض كبير والإنسيدنس عليه عالي. كثير من مرضى السكر في بداية حياتهم بيتحركوا، بروحوا بيجوا، بياخدوا أدوية، بعدين بنتقلوا مرحلة العلاج بالإبر فرضا. هاي الشغلات بداية تشخيص مرض السكر يعتبر مرض مزمن، ليس مقصور على سن، ممكن أطفال ممكن كبار. المريض هون لابد أن نركز نعمل education بالدرجة الأولى طبعاً. تعليم له كيف يتعاطى بالأدوية، متى موعد عمل الفحوصات، متابعته مع طبيب العيون، طبيب الكلى، لأنه بعد فترة ممكن العيون تتأثر، الكلى تتأثر، فبيصير اعتماده على الفريق الطبي المقدم من الرعاية التلطيفية وليست مقصورة على الطبيب. النيرس إز براكتيشنر، نيرس براكتيشنر بالذات لازم تعمل education وتقييم لحالة المريض، تنظيم مواعيده، تعمل education للأهل اللي بيقدموا الرعاية الكير جيفرز، يعني أحياناً الفاميلي نفسهم، مين اللي يأخذ إجازة، كيف يودعوا مواعيده، ترتيب أدويته. هذا جانب. يعني احنا شايفين انه هي الرعايه التلطيفيه ايضا تعنى بنمط الحياه بشكل عام، بما انك انت عم تحكي عن جوانب اساسيه ورئيسيه، النفس والروح والجسد، فهي اهم الجوانب اللي ممكن انها الانسان بحاجه انه يكون واعي فيها ويكون عنده توعيه وتثقيف كافي من خلال لجوءه الى الرعايه التلطيفيه. طيب يعني مثلا اذا بدك تحكي لنا اكثر عن جوانب الرعايه التلطيفيه، يعني مين هم الافراد اللي بيدخلوا وبيساعدوا بمجال الرعايه التلطيفيه؟ لاي من الامراض المزمنه اللي حكيتي مثلا مثال منها هو السكري، لكن في هناك عدد كبير من الامراض المزمنه من مرحله الطفوله وممكن تظهر يعني باعمار متاخره ايضا. صحيح، هي الرعايه التلطيفيه عباره عن فريق متكامل، لا يقوم بالعمل شخص بمفرده. It's not a one man show or it's a holistic approach for the patient and also a teamwork. فعمل الفريق وروح الفريق دائما مهمه. الدكتور يعتبر كمايسترو، انا بشبهها زي كانها سيمفونيه تعزف بالنهايه مشان احياء روح وجسد ونفس المريض. فبيكون الطبيب اللي بالدرجه الاولى دايركت كونتاكت مع المريض، اللي يقوم بتشخيص مرضه ووضع الادويه والخطه العلاجيه. المختص. يعني طبعا هون بيكون الطبيب المختص، مختص فرضا طبيب السكري لنفرض. هلا شاف المريض عنده جوانب اخرى محتاجه غير الامور الجسديه فقط والادويه، ممكن يطلب استشاره فريق رعايه تلطيفيه. في البدايه غالبا بيكون الطبيب، والطبيب طبعا بيستدعي بقية أفراد التيم أو الأعضاء الآخرين حسب حاجة المريض. هلأ النيرس براكتيشنر والدكتور بيقرروا الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، يعني it's personal ولكن holistic. هلأ بحطوا في الاعتبار inpatient outpatient، مريض في المستشفى برا المستشفى. أوكي. طيب هلأ دكتورة وفاء، يعني اللي فهمنا منك إنه هي مش بختصرة لمرضى السرطان أو أي مريض في نهاية حياته، أي مريض يشخص به مرض مزمن ممكن لازم يكون عنده او يفضل العلاج التلطيفي. نعم. طب وين موجود؟ يعني مثلا دكتور، طب واحد بتوجه عند دكتور عنده سكري او مثلا مأثر على جزء ثاني، وين
وين موجودين بالأردن هدول العيادات؟ هلا إحنا يمكن كقطاع رعاية تلطيفية أو أطباء وتيم رعاية تلطيفية يمكن مهضوم حقنا لسه. أولا العلم أو خلينا نقول الإعلام، أنتوا دوركم كبير كتير هيكون في توعية سواء الزملاء، لأنه أكتر واحد بيقرر الطبيب المشرف على المريض بالدرجة الأولى. فطبيب السكري بيجي بيشوف أنه والله هذا المريض محتاج رعاية تلطيفية، منضطر أو بيضطر هو يستشير طبيب آخر. أغلب استشاراتنا إحنا بتيجي إيش للألم، لأنه الألم جزء من الرعاية التلطيفية. فممكن طبيب سكري يشوف المريض عنده مثلا تقرح، بلش تقرح هو مؤلم هذا التقرح، بطلب أو بيستشير زميله الدكتور الرعاية التلطيفية. وإحنا عددنا على فكرة ثلاثة بس في البلد، يعني في القطاع الخاص بوزارة الصحة في اهتمام هلأ جديد إن شاء الله راح يعنوا بتدريب كوادر كثير قلال المختصين بالضبط، لأنه إحنا في الدول المجاورة وبأمريكا طبعا موجود من 30 أو 40 سنة. نعم. جزء أساسي. جزء نعم. أساسي نعم. بالضبط. طب إحنا وين رح نوصل مثلا؟ يعني إحنا لما نهتم بجانب الرعاية التلطيفية ويصير في عدد كبير من الأطباء والأفرقة المهتمة بموضوع الرعاية التلطيفية، لوين إحنا رح نوصل؟ يعني قديش مثلا ممكن نقي من مضاعفات الأمراض اللي ممكن تصير مثلا؟ فهذا كيف رح ينعكس علينا كدولة؟ كلامك جوهري كتير صراحة. رح ينعكس أنه بالدرجة الأخيرة أنه تقليل دخول الحالات المزمنة للمستشفى، تقليل التكلفة، ري أدميشن اللي هو إعادة مريض، يعني بدخل المريض بتزبط أمره الأكيوت بروبلم أو المشكلة الآنية، بروح على البيت إذا ما في متابعة صحيحة برجع بدخل، هيزيد العبء، ودائما سكند ادميشن اسوأ من الفيرست ادميشن. بالدرجه الثالثه كمان اذا في بعض الحاجات غير مغطاه للمرضى، مثلا الامور النفسيه، مريض عنده، نرجع مريض السكري لانه مثال كثير كويس بالنسبه لإله، لانه بياثر على النظر، بياثر على كل شيء، على الكلى، محتاج غسيل كلى، وصل لمراحل الغسيل. اوكي هلا السؤال الاهم، الكل احنا تاهلنا في مدارس الطب وكليات التمريض انه 1+1=2، ولكن في امور اكبر من هيك. متى المريض تحوله على الطبيب النفسي؟ لانه من ضمن الفريق الطبيب النفسي، الاخصائي الاجتماعي، الاخصائي النفسي، المعالج، الريهابليتيشن، كل هدول خطه علاجيه تعطى للمريض من بدايه تشخيصه او من دخوله للمستشفى. في اغلب الحالات احنا بنستشيره لما بيدخل المريض على المستشفى. لما بيجي يروح كيف بدك تاهله؟ تعلم اهله كيف يستمروا بعلاجه. ايش النقطه الحرجه؟ هلا بدهم مرات كثير مرضانا بيدخل وبيروح، لكن محتاج اوكي امتى يرجع؟ امتى نقرر اعاده ادخاله؟ كيف يعيش حياته كمان بالزبط. مثلا سؤال هذا كثير مهم كثير للمريض لأمراض. ممكن دكتوره نحكي على سريعا يعني فكره عن الامراض، لانه اللي عم بيسمعونا مثلا في دقيقه مثلا، ايش الامراض اللي ممكن تحتاج لرعايه تلطيفيه؟ انا حكيت في بدايه كلامي يمكن مش مقصور على عمر ولا سن ولا مرض. اغلب الامراض مثلا ستروك كيسز اللي هم السي في اي، الحالات اللي بصير شلل كامل، شلل جزئي او شلل نصفي او شلل رباعي، هذا حيقعد في البيت محتاج رعايه. الأمراض الضغط، السكر اللي معه مضاعفات، أمراض المزمنة، الروماتيزم، أمراض اللي ما بعد العمليات واللي أصيب بمضاعفات بعدها المريض. تمام. طيب. كثير لستة عريضة، صعب نحصرها. يعني بنتعرف يعني نحن معلوماتنا شوي محدودة عن الموضوع، فبس نضل دائما نزيد الوعي. صحيح. صحيح. احنا نتشكرك دكتورة. شكرا لكم. شكرا لإتاحتكم هالفرصة. شكرا. يعطيك العافية.